نوضح لكم حاجة، احنا راهو في الجنوب وبالذات سبها مطالبنا راهو مغايرة عن باقي ليبيا. انت كيف؟ زي ما تعرف اخوي احمد، رانا احنا هنا في الجنوب لينا تو سنين نعانوا من مشكلة الامن. دي اول حاجة. مشكلة احنا شنو؟ لا مشكلة شنو؟ الامن. الأمن، أوكي، نعم. بالنسبة للوقود، الوقود حتى كان يجينا من المنطقة الشرقية ويوصل المحطات، وفي المحطات بابور عادي يوصل لخمسة كيلو عادي، وفي المحطة التجارية يوصل للأربعة دينار والخمسة دينار. ونعانوا من هنا من ألو معك أحمد، تفضل سيد عبد عامر، تفضل. هذا احنا السبب اللي طلعنا عليه. احنا يعني في بالنسبة لحراك ثورة الثقافة في سبب، احنا من أول يوم تلاقينا فيه تجردنا من القبلية، تجردنا من التوجهات السياسية، وحلفنا على كتاب الله أن نخدمه في هذا الحراك للبلاد. مني انتو مني انتو اللي حلفتوا ان تطلعوا من موضوع القبلية؟ لا تجدود احنا جدود جدودكم ما قدروش يطلعوا منها. مني انتو طلعتوا لنا من غير قبلية في الجنوب؟ احنا تجردنا منها وقلنا نخدمه البلاد مع ولاد سليمان قعمزوا مع اولاد سيف النصر وقعمزتوا مع القداد، ف كيف؟ قعمزتوا القداد فاولاد اولاد سيف النصر قعمزتوا مع بعضكم وحليتوا المواضيع هذه شبابكم. لا انت ما فهمتنيش اخوي احمد، علينا شباب تنسيقية ثورة الفقراء وقت تلقط، ولا قصدي فيه من حاجات مرات انت تجرك للرشوة، يقول لك هف التوة واني نرشيك وكذا، فهمتني؟ ايه هذا هذا بالنسبة شباب الفقراء، هذه الحراك متاعكم فيه من مختلف القبائل في فزان مخلطين، من مختلف الأحياء. واحنا هذا بالنسبة لي الأحياء ولا القبائل عندكم قداد وولاد سليمان. ولاد سليمان مقار حق قداد فكلها ورفلة كلها، وحلفتوا ان مستحيل تكون القبلية عائق في الشغل بيناتكم. لا السراج هو عنده كأن ليبيا طرابلس بس وجهة الغربية بس، وبالنسبة للحكومة الشرقية كأنها عندهم الحكومة غادي في الشرق بس، كان لهنا الجنوب، الجنوب مستباح، الجنوب راه يعاني من كل شيء، ما فيه ولا حاجة، كبنزينة كغاز يعني راه مازال ما نبيش نحكي لك على نقول لك سيولة وضي، هذه مشكلة عامة على ليبيا كلها، وإن شاء الله ربي يوحد الشمل. من الأول أهدافنا سلمية، حتى الشباب اللي يجون جدد نقول لهم راهو يا شباب نيل المبدأ متاعنا سلمية وهذا ماشيين عليه، لا خراب لا دمار لا شيء. احنا عندنا حقوق، حتى ما المطالب هذين حقوق شرعية، صحيح. هذين حقوق تو زي اللي في طرابلس وزي اللي في بنغازي، احنا غير يوصلونا زي اللي في طرابلس وزي بنغازي، خلاص بعدها نطلب الضي ونطلب السيولة ونطلب الحاجات لا الثانية. حول ولا قوة إلا بالله.